صيدنت. العفو يا حبيبي، اتفضل اتفضل يا حبيبي. تسلم ايديك. يا زيزي، انا اقصد ان هشام لو كان عايزك تروحي البيت كان يبقى عنده اساليب تانية خالص، لكن بيت الطاعة ده اسلوب تقدير يعني. ايه صحيح حكاية بيت الطاعة دي؟ فكرني فيلم اريد حلا. هشام ده قديم قوي. بالظبط كده يا طنط. زمان كانت الزوجه اللي بتطلب في بيت الطاعه كانت بتنفذ الامر بقوه القانون، لكن دلوقتي خلاص مفيش حد يقدر يجبر الزوجه على تنفيذ بيت الطاعه. يعني هشام طالبك في بيت الطاعه علشان يقدرك، مش عارف ان انت اللي هتقدريه يا زيزي. انا ما اعتقدش ان هشام هو اللي فكر الفكره دي، تقريبا دي افكار مرزوق او ياسر. ما هو راجل ايتم برضه، ما بيطقنيش، ممكن يبقى هو اللي مسخنه. ما يمكن عايز يرجعك بجد، ولا انت ايه رايك؟ رايي؟ لا 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 خالص خالص، محدش يهتم برايي انا. كملوا انتوا كلامكم، انتوا كلكم فاهمين وانا مش فاهم حاجه. بقول لكم هشام ده كان جوزي وانا عارفاه. لو هو كان عايزني كان كلمني على طول دايركت، ما كانش هيلف اللف ده كله. دلوقتي بقى جوزك، ما انت الصبح كنتي ارمله. ارمله؟ هي كانت هتقتله ولا ايه؟ اه شكلها كده. لا لا يا جماعه، ما انا ما بهزرش. زيزي لو سمحتي، انا ما يهمنيش هشام عايز ايه او نيته ايه. انا اللي عايز اعرفه حقيقي انت ناوي على ايه. بمعنى لو كنت ناوي انك تصالحي هشام او ترجعوا لبعض فهميني، عشان كده هناخد خطوات تانية خالص. عين العقل، الصلح خير وماله. وبعدين الموضوع بسيط جدا، هو عايزها ترجع فهي ترجع، ومع العشره هتحنن قلبه عليها. ايه ده ايه ده ايه ده؟ صلح ايه وحنن قلب مين؟ هو انتوا اتجننتوا؟ انتوا بتقولوا ايه؟ هشام عسل ده راجل وطن، عمري في حياتي ما هرجع اعيش معاه في بيت واحد تاني ابدا.